ورحب بضيفتي الأخصائية مريم حجي، متخصصة في التنويم الإيحائي. صباح الخير مريم. صباح الخير حليمة. صباح النور وصباح الأنوار، جمعة طيبة. الله يبارك فيك. البارح تكلمنا على الأمراض النفسية العضوية مريم، واليوم غنتكلموا كذلك على واحد من الحالات الشائعة جدا مريم حجي، اضطراب القلق. نوي. القلق هو شعور بعدا طبيعي. كيجينا ردة فعل واحد المواقف كنواجهوها في الحياة ديالنا. وقتاش كيولي المشكل؟ منين كتجاوز الحدود الطبيعيه ديالو وكتولي كتاثر علينا سلبيا في الحياه ديالنا وفي الصحه ديالنا، هو الموضوع اللي جبناه البارح. تماما. القلق هو واحد المزيج ما بين الشعور بالخوف والتوتر والاضطراب النفسي، وكيعطينا معاه دي سامبتوم فيزيك. ياك يعني تا هو عنده تاثير وعنده اعراض كتبان على الجسم او على الجسم ديالنا. معلوم. معلوم يا خو. دابا بقات شنو هما هاد الاسباب ديال هاد القلق؟ علاش القلق غيأثر علينا بعدا في الصحه النفسيه، وشنو هما الاسباب ديالو باش كيتجاوز الحد؟ كاين الضغوطات اليوميه ديال المشاكل ديال العمل والعلاقات الاجتماعيه، وكاين التجارب السلبيه اللي عشناها في الماضي، وكاين اللي ما نساوهاش العامل الوراثيه. كاين لونكسيتي اللي هو القلق، يقدر يكون جاينا من عوامل جينيه. وكاين التغييرات اللي كيوقع عندنا في الحياه ديالنا، بحال دابا كاين اللي غادي تجي شي اوبورتونيتي في الخدمه غيقولوا له غادي تمشي من هذه المدينه تمشي لواحد المدينه واحده اخرى. تقدر تبدل البلاد بطريقه ما كنتيش كتتمناها. داكوغ، هادو يقدروا يأثروا لينا على النيفو ديال القلق، يفوت الحد ديالو اللازم. انا قبل ما نكملوا مريم، اذا سمحتي بغيت نقرب اكثر المستمع من القلق. ملي تنقولوا القلق شنو تنعنيو به؟ واش تنعنيو به الاوفر تينكين، يعني التفكير الزائد المفرط، او شنو تنعنيو ملي تنقولوا انسان قلق يعاني من القلق المزمن؟ هو الإنسان اللي عايش في المستقبل. يعني دائما الأفكار اللي غيكونوا في راسه هما عندك يكما ولا درت وما بقاش، ولا ما كانش بحال هكا، ولا درت ومن هنا شهر ومن هنا عام وشنو غندير، وفي الخدمة إلى ولا وقعت. وكنلقاو راسنا دائما الأفكار كامل هذاك الأوفر ثينكين في المستقبل وفي شي حاجة اللي مجهولة ما كنعرفوهاش. ممتاز، باش هكا نوضحوا الصورة أكثر، حيت كل واحد كيفاش كيتصور الأشياء. مريم، كاين اللي تيقول لك القلق هو أنني دائما تنفكر، أو كاين اللي تيقول لك القلق هو أنني دائما معصب ما كنعش، فكنربطوها بمجموعة من الأشياء. في حين كيف ما قلتي القلق أو الإنسان القلق هو الإنسان اللي تيفكر في المستقبل، وربما انسان اللي كيحس براسه باستمرار، كيحس براسه بيان، ودائما كتكون عندها علاقه مع المستقبل ومع شي حاجه اللي مجهوله احنا ما عارفينهاش. نعم. ذكرت واحد الحاجه مهمه حليمه، هو 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 النوم. يعني الناس اللي كتكون عندهم القلق غيلقاو صعوبه في النوم، غيكون عندهم مشكل ديال الارق، حيت ملي كيجيو يحطوا راسهم على المخده هذوك الافكار كاملين ديال الصباح داكشي كنعاودوا عاوتاني نعاودوهم كيرجعوا. كيرجعوا، هو اللي كنسميوه الاوفر ثينكينغ، التفكير الزائد. وهذا التفكير الزائد سوفون تيكون عنده علاقه بالمستقبل. نعم، واضح. فيعني كاين مجموعه من الاسباب كيف ما ذكرتي مريم، منها العامل الوراثي او الجيني، ومجموعه من الاشياء الاخرى. الاعراض اللي كتبان، يعني نزيدوا نفصلوا في الاعراض اللي كتبان على الشخص المضطرب. اول حاجه هي النعاس، لا كاليتي ديال النعاس كتخربق. كتكون مشاكل هضميه، كنحسوا كنسميوها لابول او فونتر، شي حاجه حابسه عليا في كرشي في معدتي. الالم في الصدر، وكتكون لا ريسبيراسيون ديالنا بحال كنحسوا فيها مبلوكيا. وكتكون واحد زياده في ضربات القلب. علاش؟ حيت بسبب افراز الجسم ديال هرمونات التوتر. نعم. هما الادريلالين والكورتيزول. وهنا فين غنجبدوا عاوتاني الموضوع ديال البارح، هو منين كنحسوا بهذا الشيء كامل كنمشيو لعند الطبيب.
كيقول لنا الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه، وهو كيقول لنا ياك ما كاين شي قلق، ياك ما كاين شي توتر. وهنا فين كنرجعوا عاوتاني في الامراض النفسيه العضويه. نعم نعم مباشره، لان هو كيف ما تنقولوا من الاعراض ديال 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 الامراض النفسيه العضويه. مريم اضطراب القلق بيان سور هو الاول كاع، هو الاول هو الاول على القائمه. هو الاول على القائمه. نعم طبيعة الحال ماشي سهل ملي تيكون الانسان يعاني من القلق او القلق المزمن. مريم ماشي سهل، لان الدماغ ديالنا تيتمارس عليه واحد النوع من الضغط ومن التفكير الزائد اللي تيخلي الانسان متوتر يعني طيله اليوم، وبل اكثر من ذلك الانسان تيبقى متوتر نهار كامل وما عارفش علاش. وفي الليل النعاس مخربق، ومنين من كنوض الصباح كنوض عيانين، يقول لك نعست ولكن صباح مدقدق. وهاد القله النعاس ولا هاد النعاس المخربق كيعطينا عاوتاني الغدا لا كونسونطراسيون ديالنا ما كتكونش مزيانه، اييه التركيز كونش كندوز عاوتاني النهار وانا عيان، ومنين كيجي عاوتاني الليل كنلقى راسي عاوتاني حاصل في ديك الافكار اللي ما بغاوش يحبسوا راسي، كيدور حتى كيقول لك راسي بدا كيضرني عييت. وهو كيكون غياء الجسم، واخا هو راه ما داير حتى حاجه، تقدر تكون غير جالس، ولكن كل ما تفكر بزاف كل 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 عيا كيولي لينا في الجسم ديالنا. هنا فين كندخلوا في التنويم الايحائي باش كنهبطوا من هذا القلق بعدا، وكنديروا واحد لا تكنيك ديال اعاده برمجه الافكار اللي كيكونوا عندنا، وهما تيكونوا سوبو افكار سلبيه. على ديك الافكار مريم، واش يمكن لينا نسيطروا على الافكار ديالنا، اولا الافكار ديالنا كتبقى يعني مسيطره علينا؟ لا، حنا اللي كنقدروا نسيطروا، حنا اللي كنسيطروا على الافكار ديالنا. حنا اللي كنسيطروا على الافكار ديالنا. الا كنا وواحد الاطمئنان وواحد الهدوء وواحد الراحه، الافكار اللي كيكونوا في راسي كيكونوا زوينين. ملي كنكون انا مقلق ولا معصب ولا كاين توتر، الافكار اللي كيكونوا في راسي كيكونوا افكار سلبيه. كاين غيسولك دابا مريم يقول لك وكيفاش انا مثلا طاري لي واحد المشكل وما نكونش متوتر؟ كيفاش انا مثلا فقدت واحد الشخص مثلا، او مثلا ساليت واحد العلاقه، وكيفاش ما غاديش نحس بهذا التوتر وبهذا القلق وبالغضب؟ يعني حيت سي غولاتيف كما تنقولوا، يعني حاجه رابطه راسها بحاجه اخرى، بحال واحد السنيسله يعني كما تنقولوا قفيل في قفيل، راه كيدير لك واحد السنيسله كتبقاي غاده في ذاك لو سيركل، يعني غاده في ديك الدائره. فكيفاش الانسان يعني ملي تيكون امام واحد المشكل معين او لا امام واحد الحدث معين يسيطر على المشاعر ديالو؟ حيت قلنا ملي كنسيطروا على المشاعر ديالنا تنقدروا نتحكموا في الافكار ديالنا، وبالتالي الافكار ديالنا الا تحكمنا فيهم مريم كنقدروا نتحكموا في سلوكنا. بيان سور، ولكن بحال اللي قلت في الاول، القلق هو شعور طبيعي. هذا القلق الصحي اللي هو عادي. ردة فعل، إلا ساليت علاقة أو كاين شي حاجة غتجي واحد ردة الفعل، غنتقلق، غيكون غضب، هادشي ماشي مشكل، عادي جدا. فاش كيولي المشكل؟ منين كيتزاد على الحد ديالو أو كيطوال بزاف، ساليت علاقة العام اللي فات وأنا باقي غضبان وباقي مقلق وباقي متوتر، هنا كاين مشكل. نعم. داكور؟ ولكن إلا وقعت كان شي مشكل في الصباح. ومع 12 انا مقلق، هذه رده فعل عاديه. منين غيزاد على الحد ولا غيولي داك الشيء طويل لمده شهور زعما شهور ولا سنوات، هنا كيكون المشكل. نعم طيب مزيان، باش الناس يفرقوا بين الغضب هو احساس، سي ايموسيون ناتشورال عاديه جدا. لكن منين انا اون كولير يعني في غضب لمده سيمانه، هنا كاين مشكل. اكيد فوالا. واخا كيفاش نتعالجوا؟ دائما ملي كنقولوا اضطراب القلق تنفكروا في اول حاجه او لا في اول نصيحه كيعطيها لنا سواء يعني شخص مهني او لا من المحيط ديالنا، هي نديروا التامل والتنفس. التنفس رائع.
رائع جدا بالنسبه للقلق والتوتر. فهو حنا كنتمسكوا دائما بطريقه بحيث نقولوا انكونسيونت، ولكن ناخذ واحد الوقيته على الاقل، انا كنقولها دائما على الاقل جوج مرات في النهار بحال شي ميزاجو كنديروها مع الحله ديال العين. وانا باقي مجبد في الفراش ديالي، نقدر ناخذ واحد ثلاثة ولا أربعة ديال ريسبيراسيون أبدومينال، يعني من البطن ديالي من الكرش ديالي. وعلاش صباح؟ حيت هذاك هو لو مومون اللي كيفرز لنا الذات ديالنا هرمونات ديال التوتر اللي هو الكورتيزول والادريلالين. الوقت اللي أنا كنكون كندير هذاك التنفس البطيء والهادئ كنهبط منهم بجوج. طيب قبل ما نجي نعس عاوتاني، ملي نتخشى في الفراش ديالي نسد عويناتي وناخذ واحد دقيقه فقط، دقيقه 60 ثانيه، وانا كناخذ واحد التنفس هادئ وبطيء كيعاونني انني اولا ندخل في واحد النعاس عميق وحلي كنسميوه ان سومي ريباراتور، يعني ملي غنوض الصباح ما غنصبحش مدقدق وعيان واخا انا نعس 8 ولا 9 ديال السوايع. نعم وما بيناتهم بجوج كنظن ان التنفس فابور ديالنا عندنا معانا دائما. حتى تولي عندنا واحد لابيتود ديال مثلا دار طلعت الطوموبيلتي وتنفست واحد التنفس وصلت للخدمه عاوتاني ندير واحد جوج ولا ثلاثه ديال المرات حتى كتولي فينا واحد العاده وكنلقى راسي انا كنجيبو ديال الصحيح ديالي. ولا كنت انا مكالمي وبارد هاد لو تيرم هذا الافكار اللي كيطرا حتى هما كيكونوا افكار زوينه وكاليه. طبيعة الحال كاينين تقنيات كثيره ديال التنفس مريم حجي، ومن هاد التقنيات كاينين تقنيات اللي هي بسيطه جدا اللي ممكن اي واحد يعني يلقاها مثلا على اليوتيوب او غير ذلك. كان افضل الا مشينا عند متخصص في التنويم الايحائي كان احسن، لان بطبيعه الحال ماشي فقط غادي نمارسوا التنفس، بل يعني يعني الانسان ممكن يستفد من تقنيات اخرى ويمكن له يدوي. هذه هي اهم حاجه، تفريغ يعني حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه. والتنويم الايحائي غيعاوننا على واحد جوج ديال النقط اللي هي بحال اللي قلت في الاول، اعاده برمجه الافكار اللي كيدوروا لنا في راسنا اللي كيكونوا افكار سلبيه، وتقليل الاستجابه للتوتر. نفس المشكل اللي كنت مثلا كنتقلق عليه مثلا 100%، راه نولي بشويه بشويه كنتقلق عليه 60 70 80 50 40 30 حتى كيهبط، حتى كنولي نفس المشكل، ولكن انا خادم على راسي والاستجابه ديالي لا رياكسيون ديالي ما كتبقاش هي هذه. تماما، يعني بحال الا بغينا نقولوا هاد الحصص هادو تيمكنونا من تفعيل الادراك والوعي، هذه اول حاجه. نعم بيان سور. وداك وانت متخلصوا من التوتر الجسدي اللي عندنا واللي جمعناه سنوات هذه، يكون عندنا انسيميل منين كنخويو حتى كنحسو حتى الذات ديالنا حتى لو كور فيزيك ديالنا كيبقى مرخي، هما اللي بعض المرات منين كنكونوا طوندو كنحسو بحال الالم في المفاصل. ايه حنا كنقولوا عظامي كيضروني. كيكون ديك لو كومول ديال التوتر اللي دوزناه، مثلا كان عندي امتحان امور امتحان كان عندي بزاف ديال الحوايج وبقيت كنجمع منين كيتسالى هذاك التوتر كنلقى راسي انا كلي طوندو كلي مزير عظامي ضاريني بزاف ديال الاحاسيس ديالي ماشي هما هادوك. دونك في الحصه ديال التنويم الايحائي كنخويو بحال اللي كنقولوا كننقيو بعدا هذاك لو كومول اللي كان عندنا هذه شهور ولا سنوات ولا ايام وانا كنجمعهم. وتنعبروا عليها بالدارجه ديالنا، تيقول لك كنحس براسي مكنزز. لان الداس ديالنا كتهز فوق الطاقه ديالها والجسم ديالنا تيهز فوق الطاقه ديالها، بل الاخطر مريم هو ان الجسم ديالنا والذاكره ديالنا كتخزن، وهذا هو يعني هذا هو الخطير في الامر. ملي كنخزنوا المشاعر ديالنا راه كتاثر لنا على المدى البعيد على الاعضاء ديالنا وعلى الصحه ديالنا. حيت ما كنخزنوش غير ليزيفينمون غير داكشي اللي وقع، كنخزنو اي ليزيفينمون اي الاحاسيس اللي كانوا كانوا احاسيس زوينه، داكشي اللي بغينا، كان ايفينمون زوين داكشي اللي بغينا، ولكن الا كان شي ايفينمون خايب ومعاه احاسيس ديال التوتر والقلق والغضب هنا كاين مشكل. نعم. نخلي لك نصيحه اخيره نختموا بها لقائنا معك مريم. الوغ احسن حاجه نقدروا نديروها اللي كاينه عند كل شيء واللي كتقدر تعاوننا بواحد الطريقه رائعه جدا هو التنفس. الا خدينا هاد لابيتود هادي ديال غير مع نحلوا عينينا في الصباح
نبقاو مجبدين في الفراش ديالنا وناخذ واحد الدقيقه فقط 60 ثانيه ما كاينش ما عنديش الوقت ولا نسيت ولا هذه 60 ثانيه فقط اللي ناخذ فيها واحد لي ريسبيراسيون شويه عليا كنتنفس من نيفي وكنخرج كرشي وكنخرج من فمي وكندخل كرشي هذه اللي كنسميوها لا ريسبيراسيون ابدومينال يعني من البطن داكوغ الا درتها غير 4 5 6 المرات في الصباح مع الحله ديال العين وفي الليل عاوتاني منين نجي نعس ناخذ واحد 5 4 10 ديال التنفس قبل ما نجي نعس انت بدات كتحس بها بدات كتخف شويه بشويه وعادي الا كثرتي منها في النهار كامل ولات عندي مثلا واحد الوقيته خدام في البيسي ديالي في البيرو ديالي كنستغل ريسبيراسيون ناخذ واحد جوج ولا ثلاثه ديال المرات ديال التنفس العميق والهادئ والانسان براسو تيحس بانه ديك كتافو اللي كانوا مهزوزين بحال هكا كيترخاو بشويه بشويه من الهرمونات ديال التوتر. نعم وهاد المساله هذه ملي الانسان كينتظم عليها بعدا اولا خاصها نظام لان باش ديري هادشي خاصك تنظمي الوقت ديالك لان كاين بزاف ديال الناس يقول لك انا خصني مثلا نكون في 8 في الخدمه او لا في 7 خصني نكون في الخدمه فالنظام هنا هو اللي تيلعب دور لان ملي كتبرمج مثلا الفياق ديالك بواحد 5 دقائق يعني قبل راه اكيد غادي تقدر تمارس فيها التنفس ثم منين كنكتسبوا هاد العادات حتى الوتيره ديال اليوم ديالنا كتمشي على واحد الايقاع اللي هو مختلف يعني كما تنقولوا في عاود يكون ايقاع اللي هو ترو سبيد يعني اللي هو سريع جدا تيولي الايقاع ديالنا غادي في واحد النمط اللي هو كتحسي به هكا يعني غادي بشويه عليه تتحسي براسك لي بي سور تير لو ريتم تيكون هابط وما كنظنش ان واحد دو ريسبيراسيون اللي هما غياخذوا لينا كاع الى طرنا واحد 10 ديال الثواني النظام ديالنا وخا نكون خاصني ندخل مع 8 تماما هادشي اللي قلت البيسي ديالي فوالا غير لو طونش البيسي غنقدر ناخذ جوج ولا ثلاثه المرات ديال لي ريسبيراسيون وكاين واحد الحاجه دابا اللي ولي اللي ولا كلشي مبلي بها اللي هو التليفون الا كاين شي واحد ما عندوش تليفون ما كاينش شي واحد هاز التليفون في يديه وهذه انا كنقولها دائما الناس اللي كيجيو عندي عمروا دي ريفي كل نص ساعه ولا كل ساعه يصوني عليكم التليفون شنو ما كنتو كديروا فين ما يصوني تنفسوا نعم بالنسبه لك كنتي خدام كنتي كطيب كنتي في الدار كنتي هاد التليفون اي حاجه شنو ما كنت كدير كمل داكشي اللي كدير وخذ واحد اون ولا دو ريسبيراسيون نعم تبارك الله عليك مريم حجي متخصصة في التنويم الإيحائي كنت مباشرة معنا من الرباط ألقاك إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله وشكرا على كل هذه النصائح اللي قدمتنا على اضطراب القلق وكيفاش نتخلصوا منه هذه 10:35